السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة المغراوي. في هذه الحلقة سأقوم بمراجعة الدرس الخامس في مادة الجغرافيا، والذي موضوعه هو العالم العربي، مشكل ماء وظاهرة التصحر. إذن انطلاقا من هذا العنوان، يتضح بأن المطلوب في هذا الدرس هو معرفة مشكل الماء والتصحر في العالم العربي. وبالتالي هذا الدرس سأقسمه إلى عنصرين أو محورين أساسيين. محور أول أراجع فيه وأشرح فيه مشكل الماء، ومحور ثاني أراجع وأشرح فيه ظاهرة التصحر. بالنسبة لمشكل الماء، المطلوب منكم معرفة ثلاث عناصر أساسية، وعنصر رابع لتحسبا لأي سؤال غادي نفصل فيه وغادي نوضح لكم. إذن بالنسبة لمشكل الماء، خصكم تعرفوا مظاهره في كي تجلى المشكل ديال الماء في العالم العربي، ثم عوامله، علاش كاين مشكل الماء في العالم العربي، ثم أبعاده، رغم أن بعض الأبعاد هي قد تدخل في العوامل، ولكن في السؤال غادي نفصل ما بين العوامل والأبعاد، غير باش التوخي تحط لكم السؤال ما تلقاوش وما تدخوش ما تلقاوش واحد الصعوبة ما تدخوش به. ثم أشكال التدخل ولا تدابير مواجهته. إذن هادو ثلاثة أربعة العناصر مهمة جدا، كاين المظاهر، كاين العوامل، وغادي ندخلو معاه الأبعاد، وكاين تدابير ديال مواجهة مشكل الماء. نفس الشيء بالنسبة للتصحر، غادي ندرسو هاد الظاهرة في العالم العربي ونعرفو مظاهرها و عواملها وتدابير مواجهتها. إذن إلى ضبطتوا معي هذه النقاط، غادي تتمكنوا أنكم تضبطوا الدرس. نبدأ بمظاهر مشكل الماء. مشكل الماء عنده بزاف ديال المظاهر في العالم العربي. المظاهر ديال هذه المشكل كتبدأ بالحصة، ضعف حصة العالم العربي من الماء. العالم العربي ملي كنشوفوا النسبة ديالو من مجموع المياه اللي كان في الكرة الأرضية، المياه العذبة بطبيعة الحال قابلة للاستغلال، هي 0.5، رغم أن مساحته كبيرة وعدد السكان ديالو أكثر، ولكن نسبة الماء عنده بحرا 0.5. وهذه الحصة القليلة كتميز بسوء التوزيع، بحيث أنها كتركز في بعض المناطق ومناطق أخرى كتميز بالضعف ديالها على مستوى حصة من الماء. من المشاكل ديال الماء أيضا هو ضعف نصيب الفرد، ضعف نصيب الفرد، بحيث أن عنده أقل من 600 متر مكعب للفرد في السنة، وخص باش ما يكونش الخصص المائي، خص يكون الفرد عنده أكثر من 1000 متر مكعب. حنا في العالم العربي عندنا أقل من 600 متر مكعب. كذلك أيضا عدم تلبية حاجيات سكان، ان هذا الماء اللي عندنا في العالم العربي ما كيكفيناش في مختلف الاشكال، اما في السقي او في المنازل او في الاستغلال الصناعي في مختلف المجالات. اذا هذه المشاكل اللي كاينه في الماء. علاش كاين المشكل ديال الماء؟ كاين عوامل، بزاف العوامل، منها ما هو طبيعي منها ما هو بشري. على المستوى الطبيعي مثلا كاين المناخ، المناخ اللي عندنا هو المناخ الصحراوي اللي كيتميز بعدم انتظام التساقطات وتوالي سنوات الجفاف. الحاجة الثانية هو قلة الأنهار، أن العالم العربي ما فيهش واحد الشبكة ضخمة من الأنهار اللي كتوفر على موارد مائية كبيرة جدا. والأنهار كتميز بأن جريان ديالها موسمي ماشي دائمة، باستثناء بعض الأنهار القليلة جدا جدا جدا. ثم أيضا المياه الباطنية، المياه الباطنية كتميز بأنها ضعيفة، ضعف المياه الباطنية. كذلك أيضا قلة وسائل تخزين، ما عندناش يعني واحد العدد كبير من السدود باش نخزنوا الماء ونتحكموا في جميع الموارد المائية اللي عندنا. كاين مشاكل بشرية كتمثل في التزايد السكاني، أن عندنا واحد زيادة سريعة للسكان، وبالتالي ما تيكفيش الماء، عدد السكان كيزيد والماء تينقص. ثم هاد السكان كيستغلوا الماء بشكل مفرط، الاستغلال المفرط. وكذلك ايضا من العوامل هو تزايد الطلب على الماء، تزايد الطلب على الماء. وبالنسبة للأبعاد، الأبعاد كنقصدو بها يعني الأبعاد كتفسر، حتى هي كتفسر، هي عوامل تفسر المشكل ديال الماء،
وعندها واحد العلاقة بالمستقبل، بالمستقبل او التوقعات المستقبلية لمشكل الماء. اذا مشكل الماء عنده ثلاثة ديال الابعاد، كاين البعد الاول بعد ديموغرافي، وكاين البعد الثاني بعد اقتصادي، وكاين البعد الثالث بعد سياسي. بحيث ان هذا المشكل ديال الماء عندنا من العوامل ديالو قلنا هي تزايد السكان، وفي المستقبل العالم العربي غادي يعرف واحد التزايد سكاني سريع جدا، وبالتالي في المستقبل غادي يزيد العالم العربي يعاني من المشكل ديال الماء. علاش؟ لان السكان كيزيدوا بوتيره سريعه جدا، في حين ان الماء ما كيزيدش الوتيره، داكشي اللي كيطيح ديال التساقطات اللي عندنا كيبقى تقريبا نفسه كل سنه، واخا كيكون واحد الفروقات قليله، ولكن السكان كيتضاعفوا بوتيره سريعه جدا، وبالتالي مشكل الماء غادي يزيد. الحاجه الثانيه ايضا على المستوى الاقتصادي، كاين الفلاحه كتطور، الفلاحه زائد الصناعه التجارة والخدمات، وخاصة قطاع الفلاحة كيتطور في العالم العربي باش يحققوا الأمن الغذائي. ومستقبلا الطلب على الماء من طرف الفلاحة غادي يتضاعف عدة مرات، وبالتالي داك التضاعف ديال الطلب على الماء والماء ما كيزيدش غادي يزيد يعمق لنا المشكل ديال الماء في المستقبل. وكاين البعد السياسي كيتمثل في الصراعات السياسية حول الأنهار المشتركة، كاين مجموعة من الدول العربية اللي عندهم أنهار مشتركة بحال مصر والسودان اللي كيدوز فيهم نهر النيل، واللي كيدوز مجموعة من الدول العربية إثيوبيا الدول الأخرين الإفريقية. كاين أيضا المشكل ديال نهر دجلة والفرات ما بين العراق وسوريا وتركيا. كاين أيضا الصراع ما بين الكيان الصهيوني الصهاينة مع الأردن والدول العربية واللي حول نهر الأردن اللي كيمر منها، وبالتالي هاد الأنهار المشتركة كتخلق صراعات ما بين هاد البلدان اللي كيدوز منهم هاد الأنهار، ومستقبلا ممكن توقع شي حروب في الشرق الأوسط غير على هاد الأنهار المشتركة أمام نقص ديال الماء وتزايد الطلب عليه. ثم التدابير ديال المواجهه ديال مشكل الماء، بزاف ديال التدابير شفتوها في الدرس الاول ديال المجال المغربي للموارد الطبيعيه والبشريه، شفنا بعض التدابير. هذيك التدابير اللي تكون في المغرب غادي نعاودو هنايا فيها قليل حتى نزيدوها. كاينه السدود كنا ذكرناها اولا، السدود اللي كتندار في بزاف ديال الدول العربيه. كاينه تحليه مياه البحر، والتحليه ديال المياه البحر كاينه في بزاف ديال البلدان، وخاصه في دول الخليج العربي، قطر، الامارات، السعوديه، الكويت، كاينه ايضا في ليبيا وحتى المغرب ولا كيدير هذه السياسه. كاين انهار صناعيه بحال ليبيا، القذافي اللي دار النهر الصناعي العظيم اللي كيهز الماء من الجنوب ديال ليبيا عبر انابيب ضخمه من الفرشه ونقلوا الى الشمال ديال ليبيا. كاين ايضا السقي العصري، من بين الامور اللي كتحول على الماء السقي العصري. كاين ايضا التحسيس والتوعيه، الا ما كانش ما كاين والو. اذا هذه مجموعه من الاجراءات، كاين معالجه المياه ديال العادمه، اذا هذه مجموعه من الاجراءات اللي كتندار للحفاظ على الماء. اذا هذا الشيء اللي كاين في الماء الا ضبطناه نكونوا ضبطناه الدرس ولا الجزء الاول من الدرس. ندوزو للتصحر. التصحر كنقصدوا به هو تدهور ديال انتاجيه الارض، وكتفقد بعد تدهور الارض وكتبقى تفقد قدرتها على الانبات، ما كتبقاش تقدر تنبت، كترمي الزريعه ديالك في الارض ما تتنبت لك والو. وكيتاخذ هذا التصحر في العالم العربي بزاف ديال الاشكال. من اشكاله كاين الاقحال وحده الجفاف او التجفيف، كاين نضوب المياه. من مضايا التصحر هو نضوب المياه، هو ملي كتكون عندنا انهار والعيون وكيجف الماء ما كيبقى والو، هذاك راه مظهر من مظاهر التصحر اللي كنعاني بها كنعانيو فيها في العالم العربي. كاين تملح التربه، كترتفع نسبه الاملاح ديال التربه. كاين تدهور الغطاء النباتي، تدهور الغطاء النباتي ملي كتكون عندنا الغابه وكتبقى تموت، هذاك راه مظهر من مظاهر التصحر. كاين ترمل او لزح في الرمال كيكون في الواحات، هذه كامله مظاهر ديال التصحر في العالم العربي. كذلك ايضا عندنا ارتفاع نسبه التصحر، ارتفاع نسبه من ضي التصحر وارتفاع النسبه ديالو تقريبا اكثر من 68% من الاراضي في العالم العربي هي اراضي متصحره، وحوالي 20% هي اراضي مهدده بالتصحر. ك
كذلك ايضا تزايد مساحه التصحر، تزايد وتيره التصحر، ان العالم العربي هذه الوتيره ديال التصحر ماشي مستقره، 68% هي قابله زيادة بشكل سريع وسريع جدا. و تزايد وتيرة التصحر، تفاوت نسبة التصحر، ايضا تفاوت نسبة التصحر، ماشي تصحر بحال في الدول العربية. كاين بلدان بحال الخليج العربي يعني اغلبية الاراضي ديالهم هي اراضي متصحرة، وكاين بلدان اللي عندها نسبة الاراضي ضعيفة نسبيا بحال السودان مثلا. ثم علاش التصحر؟ التصحر كيرجع الى عوامل، كاين عوامل طبيعية هي اللي عطات التصحر، كاين عوامل البشريه. بالنسبه للعوامل الطبيعيه كتمثل في المناخ، المناخ الصحراوي الجاف هو اللي كيخلي ديك الجفاف، هو اللي كيخلي نضوب المياه، هو اللي كيخلي تدهور الغطاء النباتي، هو اللي كيساهم في الاقحال، ما تطيحش التساقطات او حده الجفاف. اذا هذه كامله كمرتبطه، امور مرتبطه بالمناخ. التقلبات المناخيه وحده الجفاف، اننا جايين في العالم العربي في واحد المنطقه جافه، وبالتالي كتزيد تعمق هذا المشكل ديال التصحر. كاين التعريه بمختلف اشكالها، التعريه الريحيه اللي كتساهم في الزحف ديال الرمال، التعريه المائيه اللي كتساهم في انجراف ديال التربه. اذا التعريه بمختلف اشكالها، هذه كامله عوامل طبيعيه. العوامل البشريه كتمثل في الاستغلال المفرط، اننا ملي كنستغلوا الغابه بشكل مفرط، نستغلوا التربه بشكل مفرط، نستغلوا الماء بشكل مفرط، كنساهموا في النضوب ديال الماء، كنساهموا في تدهور الغطاء النباتي، كنساهموا في التملح ديال التربه. اذا الاستغلال المفرط للماء للتربه لغيره. الغطاء النباتي، اجتتات الغطاء النباتي والقطع ديال الشجر، الرعي الجائر ايضا كيضر، الحرث عكس الانحدار، في اتجاه الانحدار، كنحرثوا هكا في اتجاه الانحدار، ملي كتكون عندنا واحد المنطقه منحدره كنحرثوا في ذاك الاتجاه، وبالتالي ملي كطيح الشتا كتجرف لنا التربه. كاين السقي المفرط، ايضا السقي المفرط والعشوائي كندير شو كوتاكود. كاين الزحف العمراني، هذه كامله اسباب، وبالتالي اسباب العوامل البشريه كتزيد تعمق المشكل ديال التصحر في العالم العربي. تدابير، التدابير اللي كدير دول العالم العربي بزاف، كاينه تدابير تقنيه. التدابير التقنيه كتمثل مثلا في عمليه التشجير، من بين الامور اللي كنثبتوا فيها التربه هي عمليه التشجير. كذلك ايضا تثبيت الرمال، تثبيت الرمال في المناطق الصحراويه كيديروا تثبيت ديال الرمال، حرث الحرث عكس الانحدار. إذن هذه مجموعة من التدابير. كذلك أيضا التناوب الزراعي باش نحافظوا على التربة من يعني نحافظوا على الخصوبة ديالها. إذن هذه مجموعة من الإجراءات اللي كتمثل تدابير تقنية واللي كتخفض من المشكل ديال التصحر. كاينة تدابير اقتصادية، تدابير اقتصادية كتمثل في محاولة إنشاء أنشطة اقتصادية في المناطق الصحراوية، كتكيف مع الخصائص ديال هذاك المناطق الجافه باش ما يزيدوش السكان يضروا التربه ويزيدوا يعمقوا المشكل ديال التصحر ويزيدوا يساهموا في الزحف ديال الرمال. الدوله كتحاول او دول العالم العربي كتحاول تبرمج مجموعه من الانشطه الاقتصاديه اللي كتحاول توافق مع هذه المناطق الصحراويه وما كتخليش الزياده ديال هذه النسبه ديال التصحر. كذلك اذا كاينه تدابير اجتماعيه كتمثل في محاربة الفقر، أيضا محاربة الفقر، تحسين المستوى المعيشي لسكان المناطق الجافة، لأن ملي كنحاربوا الفقر ونحسنوا المستوى المعيشي ديال هاد السكان اللي كاينين في المناطق الجافة، كي هما كينخرطوا في العملية ديال محاربة التصحر، ماشي بنادم خليه مقرد ما لاقي ما ياكل ما لاقي ما يشرب وعاد وكتنتظر منه أنه يحافظ لك على التربة ويحاول يوقف الزحف ديال الجراف التربة الرمال وكذا، لا أو الزحف ديال الرمال، لا، خصك تهلا فيه باش هو ينخرط معاك في العمليه وباش ما يزيدش يعمق لك المشكل. كذلك ايضا تدابير قانونيه كتمثل في القوانين، ان دول العالم العربي كتصدر مجموعه من القوانين اللي الهدف ديالها هو المحافظه على الثروات الطبيعيه، وكاين اتفاقيه دوليه اللي الهدف ديالها هو مكافحه التصحر، واللي جميع الدول العربيه انخرطت في هذه الاتفاقيه الدوليه لمكافحه
قد تصح. إذن هذا الشيء اللي كان في هذا الدرس، خصنا نعرفوا مشكل مظاهره وعوامله وأبعاده وتدابير مواجهته، ونعرفوا ظاهرة التصحر مظاهره وعواملها وتدابير مواجهتها. إلا كنت ضبطتوا غير هذا الشيء راه كافيكم في الامتحان باش تحصلوا على نقطة متميزة.